الأستاذ نادر بكار باختصار. تفضل سيدي. تكملة على ما فات لابد أن نلفت النظر بس لمسألة في فاتني أن أذكرها في موضوع المخابرات. على فكرة في فجوة ثقافية كبيرة جدا بيعيشها جيل كامل لا يعرف عن المخابرات إلا لغة التخوين إلى لغة الانتقاص. صحيح. فيعني لابد على جهاز المخابرات ولابد على الأجهزة المعنية أن تملأ الفجوة الثقافية دي, تملأها بأفلام, تملأها. كان في روايات شهيرة جدا للدكتور نبيل فاروق على مدار أكثر من 30 سنة ربت جيلا كاملا على معنى هذا الجهاز وعلى الولاء له والكلام ده. مش عايز أقطعك طبعا, بس مصداقا لحديثك يعني المخابرات عملت فيلم قريب ونزلته في جميع وسائل الإعلام. أتكلم عن كثافة. كان عمره خمسة. يكون أمر مكثفاً. كان 45 يا جماعة الحوار ليس عن المخابرات. نرجع تاني. أنا بتكلم عن ثلاثة كتل تحديداً. في كتلة ثورية حك معايا. في كتلة ثورية أنا أحترم رأيها وأحترم ثوريتها وأحترم إن هي معارضة. دي بقى اللي واخدة مبدأ المعارضة السياسية. فدي حطها على جنب. في بقى كتلتين تانيين. كتلة نظام قديم وجد الفرصة. كده احنا هنتفق. وجد الفرصة في ظل الوضع ده ان هو ايه, يشوف مين الطرف المناوئ للطرف اللي موجود دلوقتي, طرف الكتلة الثورية ينضم اليها طالما التقت مصلحته مع مصلحتها اتفاقا فجمعها. وفي بقى طرف ثالث عنده خوف شديد, مش خوف, عنده حالة من الكراهية الشديدة, وده بقى اللي علق علينا المهمة جدا بالنسبة من وجهة نظري, حالة عداء شديدة للتيار الإسلامي. بمعنى إيه؟ هو لا يريد تكرار فكرة العدالة والتنمية في تركيا اللي هي إيه؟ بغض النظر عن حالة تركيا, إن العدالة والتنمية في وقت وقت كرجب طيب أردوغان في السجن, بعد كده بعديها بسنة واحدة بقى حزبه اللي في الحكم. هذا الحزب صادف هوى إسلاميا عند الناس وصادف كمان إنجاز, فأصبح أربع سنين في أربع سنين في أربع سنين في أربع, وهيفضل كده مكمل لعشرين وعشرين أو عشرين خمسة وعشرين. فالبعض هنا يقول لا, لابد لا تكرر هذه التجربة, يعني لا يسمح باستقرار. أنا أقول لحضرتك حاجة ربما مشاهدين ما يعرفوهاش. السيد عمرو موسى داخل الجمعية التأسيسية ونسج على منواله الكثيرون, كان مصر على وضع مادة في الأحكام الانتقالية لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد الموافقة على الدستور, وأجزم أنه كان ليمرر هذا الدستور لو وافقنا على هذه المادة, وهو أعلن ذلك صراحة. طب بس هو وغيره. أنا بترجع حضرتك من حقك أنك تقول المعلومة. نعم. لكن ولو حق الرد. لا لحظة, لكن ما تقدرش تدخل في نوايات تقول أنه أجزم أنه لكان ليمرر الدستور لو حطت المادة دي. هل شققت عن قلبه أو عن صدره؟ هناك توقع للخطوات. بمعنى ما تجزمش تقول أعتقد. بمعنى لا أجزم ده اعتقادي أنا, اعتقادي الداخلي. لا, أن هذا الدستور كان ليمرر لو كانت هذه المادة وفق عليه. لما عرض الكثيرون وقالوا لا, العقد اللي ما بيننا وما بين الناس أن انتخابات الرئاسة اللي أتت بدكتور موسى سدة الحكم كان معروف لدى الناخب, هو نازل ايه لاربع سنوات مقبله. فيها محاوله تصوير كان الاستاذ عمرو موسى كل اللي عايزه هو انه يبقى في انتخابات رئاسيه تانية ويسقط هذا الرئيس. وهذا بالفعل ما قاله. ما انا بقول حاجه ماده انتقاليه هو اللي كان عايز يحطها جوه. لا, ممكن يكون عايز يحط مبدا لكن مش بالضروره, ممكن ما يكونش حد كان سواء الامور دي لا تقبل القسم على سنين. ماده انتقاليه هو اراد وضع ماده انتقاليه جوه مسوده الدستور تقضي باعاده انتخابات الرئاسه بعد الاقرار. عشان طبعا لا, هو مفيش وقت كتير, لكن اتفضل. طيب انا بس عايز اقول ان احنا كنا معتبرين ان مبارك ده ابو العند. اكتشفنا ان السيد دكتور مرسي اعند منه بدليل الكلام اللي قاله الدكتور معتز, انه في ناس بتنصحه ولا ينتصح ولا يسمع الى النصيحة, ودي مسألة خطيرة للغاية. الحاجة التانية ان انا خايف من انك انت تفضل في هذا العند لانك تصعد المسائل وسقف الولاد عالي جدا, ودول يعني مش جايز. هو مؤمن ان قراره على صواب. خلاص هو حر, هو حر. هو هيتحمل مسؤولية قراره على صواب ده. فممكن الولاد دلوقتي بيصعدوا ان هم يعني مشروعية النظام سقطت وهم عايزين يعملوا مجلس رئاسي, وده كلام خطير للغاية. الحاجة التالتة, انت تحذر من ذلك؟ يعني ما اقدرش احذر ولا وافق ولا اقول لا ولا مزيج كدا. من التحذير والتهديد يعني؟ لا يعني يسرد. لا انا بسرد الموجود. كويس. الحاجة التالتة, الكلام اللي قاله استاذ نادر على انتخابات الرئاسة, نحن انتخبنا الرئيس مرسي على اعلان دستوري مؤقت, في دستور جديد بيصدر, فدي فكرة موجودة مطروحة للمناقشة.
يعني ممكن يعاد يعني تعمل انتخابات رئاسيه وليس فيها انه عمرو موسى عاوز بس. طب بمناسبه الاستاذ عمرو موسى عشان حق الرد، هو معايا المستشار الاعلامي للاستاذ عمرو موسى. مين معايا من فريق الاستاذ عمرو موسى؟ اسمه ايه؟ طيب اول طيب انت قلتوا لي فانا على طول قلت البتاع، الوقت ما يبقى جاهز قولوا لي. حضرتك عايز تضيف حق؟ لا انا عايز اقول بس بموضوع الرئاسه ده يعني. طيب اتفضل. انا في رايي في عجاله ان تجربه اليوم وجهه نظر من قام بهذا التظاهر امام الاتحاديه ومن قام بالتحرير هي تجربه ناجحه له. هل انا ارى وهل الكل يتوقع اقامه مظاهرات اخرى مماثله لها؟ الاجابه نعم. انا اتوقع ان يكون هناك مظاهرات خلال الايام القادمه قبل الاستفتاء بتاع يوم 15 مشابهه لما حدث اليوم، وقد تكون اكبر بدليل او يعني من وجهه نظرهم ان التجربه قد نجحت وكانت سلميه وظهروا بمظهر طيب ومشرف، وهذه التجربه يمكن ان تكرر مع التصعيد في المطالب للوصول في النهايه الى ما هم يطلبونه. وبالتالي هل ممكن نرى تصعيد خلال الفتره القادمه؟ الاجابه نعم. هل ممكن نرى احتدام في الموقف وسخونه اكثر؟ الاجابه نعم. معايا المتحدث الاعلامي باسم الاستاذ عمرو موسى الاستاذ احمد كامل. حضرتك للاسف جيت في نهايه الحلقه فانا قدامي ثواني معدوده، فياريت تقول راي حضرتك على طول. انا شاكر جدا الاستاذ عماد على اتاحت لي الفرصه ان انا ارد. اتفضل. انا بس عايز اوجه الكلام للاستاذ نادر بكار. استاذ نادر، السيد عمرو موسى كان معاكم في الجمعيه التاسيسيه وجميع الجلسات كانت مذاعه، والخلافات مع رئيس الجمعيه ومع بعض الاعضاء كانت واضحه ومذاعه، وعقد مؤتمر صحفي عند الانسحاب من الجمعيه التاسيسيه وذكرت فيه الاسباب، وعقد اليوم مؤتمر صحفي وذكرت فيه الاسباب، والسيد عمرو موسى قبل ما ينسحب قدم مذكره مضي عليها اكثر من ثلث الاعضاء فيها اعتراضات على المواد. الكلام اللي حضرتك بتقوله ليس في هذه المذكره اللي مضي عليها 30 عضو، ولم يكن في المؤتمر الصحفي عند الانسحاب، ولم يكن في المؤتمر الصحفي النهارده، وما كانش في ولا جلسه مذاعه. واستاذ نادر، حضرتك كتبت على تويتر بتتهم عمرو موسى بالخيانه والنهارده، واتهمتوه بالكفر، والنهارده بتتهموه ان هو عادي برئيسه، وهو اول واحد قبل نتيجه الانتخابات ورفض ان هو يعارض الرئيس، ورفض وعمل اكتر من 20 حوار تلفزيوني واذاعي وجرايد، وقال ان هو ده الرئيس المنتخب وضد ان اي حد يسقط شرعيته. حتى النهارده مع وكاله الاناضول قال نفس الكلام، هذا هو الرئيس الشرعي وانا ضد ان هو الناس تسقط شرعيته. ابحثوا لكم عن حاجه اخرى، الدستور به عوار، نحن نرفضه لاسباب حقيقيه. بطلوا هجوم على الاشخاص، الاشخاص دولت ما مش هم اللي هيوصلوكوا، اللي قدامكم ده الناس رفضاه فعلا، وهناك به عوار فعلا، ومش هتلاقي حاجه تهاجم اشخاص. طيب استاذ احمد، حضرتك شرحت وجهه نظرك. أيوة. استاذ احمد، حضرتك بتقول ان انا كتبت على تويتر التاني. ايوه، حضرتك كتبت على تويتر، هل من رد على هذا الكلام يا سيد عمرو موسى؟ وبعتنا لك وقلنا لك كويس، ساعتها رفعت ردك، الناس تقول لك مش عارف ايه. رفعت ردك، عارف الكلام ده كويس قوي. واحده بس، واحده كلام نشره موقع ما حدش سمع عنه يا سيدي، ولما انت بعت لي تكذيب استاذ احمد واحده بس، احنا وقتنا يا جماعه خلص. طيب والله اتفضل. واحده اتفضل. انت دخلت حاجتين في بعض. انا بقول لك المادة دي طرحها السيد عمرو موسى، وفي حاجة اسمها محاضر جلسات ممكن نبقى نطلعها. محاضر الجلسات حاجة، والجلسات العامة حاجة تانية. دي واحدة. الأمر الثاني، اديني فرصة بس، اديني فرصة. أرجوك يا أستاذ أحمد، الأمر الثاني يعني على أكتر من 40 ولا 50 مادة، وأنت بتتكلم على حاجة لم تذكر في أي بتاع. لما هو يكون في جلسة وأنتوا بتضغطوا في حاجة، أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أعذرني، يجب أن أكتفي بذلك. من كلامك أو من كلامه الدكتور معتز تعقيب في 10 ثواني. انا عايز اقول بس السادة المشاهدين ان احنا طولنا الحلقة لان عندنا جزء لسه في هذه الحلقة. هذه الحلقة اصبحت 3 ساعات لانه نريد ان نقوم بعملية تحليل نفسي لسلوك المتظاهرين في مصر كلها، سواء اذا كانوا متظاهرين من التيار الاسلامي او من القوى الاخرى المضادة ليهم. عايزين نفهم معنى الثورة، سيكولوجية الثوار، ومتى يمكن ان الوضع يصل الى صدام، وما الذي يرضي الثوار برجوعهم او كل القوى الى حالة من الاستقرار. هذه حلقة لها علاقة بالسيكولوجية. لصانع القرار
وللمعارضين وللرأي العام أرجوكم كملوا معنا بعد الاستراحة الإعلانية دي، لأنه هذا الموضوع بالغ الأهمية، وحيكون ضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور هشام حتاتة والدكتور محمد مهدي، الاثنين متخصصين في علم النفس ولهم كتابات في هذا المجال. آخر كلمة. للأسف ضيعنا فرصة كبيرة أن يكون الدستور مناسبة للتوافق، ولكنه أصبح واحدا من أسباب الخلاف وتعميق الخلاف، وربنا يستر علينا. في لحظة واحدة، نعم أم لا؟ في أمل؟ في أمل لحد يوم 15؟ قبل يوم 15؟ لا مش لحد 15، بس في أمل أن احنا نتخطى الفترة الصعبة اللي احنا بنمر فيها. في أمل لا نتخطى قبل 15؟ قبل وبعد هتنتهي مع استمرار عناد مؤسسة الرئاسة. لا أمل طبعا، مع العناد مفيش امل خالص. في نهاية هذه الحلقة او في هذا الجزء من الحلقة بشكر حضراتكم، وبترجاكم بعد الاستراحة ابقوا معنا لكي تعرفوا متى يتم الاستقرار، وما هي سيكولوجية الثوار وسيكولوجية الثورة، وهل حنستمر مصر في موجة تانية وموجة تالتة وموجة رابعة، وهل كل ده حيوصلنا لصدام لا قدر الله. تابعونا بعد الاستراحة.